شمسه أيضا مشرقة في الطائف، كانت لديه أحلى القصص والحكاوي، وكانت شمسه ساطعة بازغة مشرقة دافئه الكبير وبقيادة نجمه التاريخي بالتأكيد. فكرة القدم وبعد تعادلات جماهير النصر تصنع الحدث داخل مدرجات ملعب المباراة بالأجواء بالشعل النارية المهمة بالتأكيد في واحدة من الليالي الكروية التي يظهر فيها النصر وهو يبحث عن النقطة التي تكتب عنه الكثير. بالتأكيد دوري روشن الذي أصبح محل يتابع الدوري السعودي، واحدة من المباريات وواحدة من الليالي الكبيرة. صافرة البداية، عبد الله الغامدي يجدد الترحيب بخيبري وبروزو، ساديو ماني وعبد الرحمن غريب ورونالدو. النصر أولا، النصر في الهجوم، التغطية الدفاعية على طول والدخيل والعازمي فرحان. أمامهم السيالي باسل وتراوري وكذلك بسريب. شوفوا تافيو الكرة للنصر الذي يتقدم حينما كان يحمل شعار دراغاو النادي بورتو. كرة باتجاه سلطان الغنام تتخلص. كيف سيتعامل الحزم مع هذه الوضعية؟ والنصر ماذا لديه في هذه اللحظات؟ في هذه اللحظات لديه رونالدو، لديه هذا الهداف، لديه هذا الإرثني. الدقائق السبع الأولى، النصر يستحوذ، النصر يسيطر وتشعر بأنه يقترب. وصلت باتجاه فحزم الصمود من أجل العودة مرة أخرى. بروزو عرضية لابورت بالرأس، النصر أولا عن طريق الخيبري، لكن الراية مرفوعة والأوفسايد موجود. كاد أن يكون الأسيست الأول للابورت، المساهمة التهديفية الأولى للابورت والرأسية من فيه النصر. تجد الأجواء المميزة، اللحظات المرتقبة، الانتظار للحظات النصر. تونسي هو بالمناسبة دولي تونسي، سيكون متواجد مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي. وكذلك الحال بالنسبة للي معاه الكرة الآن، بدا موسي هذا الجامبي خطير، هذا الجامبي خطير. التسديد الأولى موسم. الكرة باتجاه أوتافيو البرتغالي، التمريرة باتجاه سلطان، عرضية يا سلام على الغنام، ألغي بداعي الأوفسايد. الكرة باتجاه مارسيلو، بروزوفيتش باتجاه رونالدو على الطرف الأيسر، على الطرف الأيسر بعرض كرة خطيرة لو وصلت لماني. لها في مباراة اليوم فيليب جوفيا، لكن السقوط هنا. العودة لمصلحة النصر باتجاه رونالدو مباشرة في الجهة اليسرى. رونالدو لعب على لاعب مر، رونالدو سدد، دحمان على مرتين من لعبات فينيسيوس فينا من أجل ضربة حزموية أولى يعلنون معها التواجد. عرضية لابورت بيخلصها، تعود، الله، قوية مرة أخرى. الحزم يقول أنا هنا أيها النصر، أنا هنا أيها النصر، لم أتي لأكون. هؤلاء النجوم، كل هؤلاء النجوم، ذلك أكبر محفز. بروزو عرضية، رونالدو بالرأس، رونالدو هنا، رونالدو يرتقي. الدخيل بيلعب لكرة خاطئة باتجاه ساديو، وصلت إلى رونالدو، رونالدو بيتقدم، وصلت إلى غريب، إلى غريب يسجلها غريب، يتقدم بهم غريب، يصنع رونالدو وينهيها في الشباك غريب، ليقول لهم في كل مرة أنا متواجد أمام المرمى وسأسجل وسأسعدكم. أي نعم، في مرات سابقة أهدرت الفرص الواحدة تلو الأخرى، لكنني غريب في كل مرة قادر على الوصول وقادر على إسعادكم. الغلطة يا الدخيل، ألا تعرف ماني؟ ألم تسمع بهجوم النصر؟ ألم تتعود على لعبات غريب وكرات رونالدو؟ هنا غريب
اللمسة من ثم اليسارية في الشباك، يسجل غريب. وما أحوجه لهذا الهدف وما أسعده بهذا الهدف، وكم هائل من التشجيع والتصفيق على كرة غريب التي يقدم بها النصراويين. غريب يسجل ويقول لهم: أنا عدت إليكم بكل قوة أمام المرمى، أهدرت ركلة الجزاء في المباراة الأخيرة، وبالتأكيد بأن لكم الحق أن تنتقدون، ولي كامل القدرة بأن أعود وأسجل وأقدمكم وأسعدكم وأنشر أفراحكم في كل مكان. غريب يسجل، وما أحوجه لهذا الهدف. إي والله ما أحوجه لهذا الهدف، ما أحوج هذه الجبهة صناعة للأهداف. الآن وصل إلى أكثر، أصبح أكثر لاعب في الدوري يصنع 3 أهداف. الكرة يا عيني يا بروزو، لا 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 لا، النصر في الهجوم مرة أخرى. يا الله، ما بين أقدام لاعبي النصر هنالك نغم وموسيقى، هنالك طرب لا تمل من مشاهدته، هنالك إبداع تلو إبداع، هنالك إمتاع تلو إمتاع. أي نصر أوروبي هذا؟ أي نصر مبدع هذا وممتع هذا وجميل يا غنام وجميل يا بروزو؟ هل هناك على الخطأ على الغنام؟ شو لكن شوف 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 بروزو، لكن عينك على بروزو باليمنى باليسرى بالقدمين، كلها راح يوصلها صح، راح يجيبها في المكان الصح، لأن بروزو من تعود على هذه الكرات. ومن غريب التمريرة يسجل ومن ثم يصنع مباشرة إلى ماني ويقول: حان دورك أيها. أعلم عزيزي المشاهد بأن في هذا العام 2023 سيذهب لمشاهدتها. إذن ينتظر قرار داريو هيريرا النهائي. إلى خطأ، الهدف يلغى. يتقدم في الشوط الثاني أكثر هجوميا، لابورت بمشي كرة إلى ساديو ماني باتجاه غريب صاحب السعادة الأولى، صاحب الفرحة الأولى، إلى بروزو يتقدم تحت الضغط. الله، بروزو بيعرض، لو عدت كانت أخطر. هذه توليفة النصر في وسط الملعب، الكرة على طول باتجاه ساديو ماني، فيها المساحة أمام تراوري رفقة مارسيلو ماني. الله، دحمان وتافيو غريب، لا 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 لا. غريب كاد أن يضيف الهدف الثاني. العب الكل من ساديو، التسديدة من ماني، التصدي من دحمان، من ثم أوتافيو. شوف أوتافيو لم يكن أنانيا أبدا، فضل التمرير باتجاه غريب. الأخيرة في ظل غيابه عن التهديف، رغم من أن واحد من أكثر اللاعبين السعوديين منذ مطلع هذا العام صناعة للفرص، هذا هو غريب. مرة أخرى يقدم الهدية لرونالدو لكنها لا تصل، يقطع مرة أخرى. من الجهة اليمنى غريب، من اليسرى ماني بيرفع لكرة باتجاه بروزو مشاها، لا على طول أبعدت كم ممكن ماضي. هل تعلم بأن في قائمة اليويفا الأخيرة في الجوائز التي قدمت واللي بالتأكيد حصل على جائزة أفضل بتدخلات الفار، الكرة باتجاه أوتافيو البرتغالي في التمرير، إلى الغنام في الصناعة، في المرور، في العرضية. يا لعيب أوه. بروزو البحث عن رونالدو، نعم مشاها، لو وصلت لرونالدو خطيرة، لكنها على طول بتتخلص، تصل باتجاه ساديو ماني في الجهة اليسرى في منت. الله، النصر يقدم متعة منها. 1-0، ألا يكفيكم 1-0. الكرة إلى بروزو، استلام جميل مع أوتافيو، استلمها البرتغالي، يا لعيب التمرير، وصلت إلى بروزو بالقدم اليسرى عالية باتجاه لابورت. الله لو اكملت يا نصر، لكنها بتعود ولا زالت. بروزو أوتافيو، ما هذا؟ داخل ال18 تتلاعبون بهذا بشكل حلو. راد العتيبي عرضية لكن كونان أمامه،
كونان أمامه وساديو خلفه والأمور صعبة يا راضي، صعبة يا راضي، وصعب أنك تكون عن نفسك راضي. الكرة من ساديو تقدم وساديو سقط. الموسم الماضي لأنه كان في ليفربول يعيش أجمل أيامه على الإطلاق بعد سنوات طيبة مع ساينس ساوثامبتون ومن ثم مع الريدز، ليفربول حقق النجاحات الأكبر قبل أن يتجه إلى بايرن البافاري، لكن كلها وجدت براعة نواف بروزوفيتش والعرضية. بروزو من أجل صناعة هدف آخر، هدف آخر، الله، من محور إلى محور. المحور في مباراة اليوم يسجل الهدف الثاني من بروزو إلى الخيبري. هنا قصة الهدف الثاني، هنا قصة الهدف الثاني، بروزوفيتش ومن ثم الإبعاد الخاطئ، والخيبري قوية، الخيبري لا يرحم فيها أحد، يضرب بها دحمان ويسجل بها الهدف الثاني ويضع النصر في أمان. يا دحمان يا دحمان، لا تدري من أين تأتي الضربات، لا تدري من أين تأتي الطلقات. إن أردتها من المهاجمين فعليك أن تحذر من خلفهم، عليك أن تحذر من المحاور والمدافعين، لأن كل من في النصر قادر على تسجيل النصر، لأن كل محور إلى محور، والمحور في مباراة اليوم يقدم النصر. نواف العقيدي يلعب بالنار نفس بشكل كبير بالنسبة لخيبري. عبد الرحمن غريب خاطئ التمريرة، لكن على طول تجد بروزوفيتش، تجد سلاح النصر في كل مكان، ما شاء الله. ساديو على طول، لو هو أمامه وما هو خلفه كيف لا، وهو واحد من اللاعبين اللي قدم المستويات الكبيرة في نهاية بطولة الأبطال الأوروبي من أمام السيتي. مشاهدينا متابعينا أهلا ومرحبا بكم. عبد الله الغامدي معلقا وواصفا غنى في الجهة اليمنى، بروزوفيتش وغريب وماني ورونالدو وأوتافيو، وماني في الهجوم، وماني باتجاه رونالدو، ولا لا، الله، الدون، لا 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 يا رونالدو لا. الحزم بدحمان في حراسة المرمى، برونو فيانا وعبد الرحمن الدخيل والعازمي فرحان، وهنا وهو الله، لا 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 لا، من أين لك هذه يا بدموسي، من أين لك هذه أيها القادم. صورة إيجابية أفضل يا راضي، يبغون يكونون راضين عن أنفسهم اليوم، راضين عن أنفسهم اليوم، لكن محمد فتيل يتدخل والكرة بتعود باتجاه سلطان الغنام مع البرازيلي. التمريرة مباشرة إلى الأمام باتجاه راضي العتيبي، راضي يلعب لكرة خاطئة، هنا أوتافيو، رونالدو تقدم، أوتافيو، لكن العمل الكبير من برونو فيانا، العمل الكبير من برونو فيانا في اللقطة الماضية، مطالبة بطلها النصر. الكرة تصل على طول باتجاه بروزو. الشوط الثاني الأمور مختلفة، لم نشاهد النصر في الهجوم حتى الآن، لم نشاهد يا بروزو حتى الآن، لكن كرة واحدة منك تكفي، وصلت إلى الدون، رونالدو إلى بروزو، إلى بروزو، الله الله الله، ما أجمل هذا النصر، ما أجمل هذا النصر، إنها واحدة من كرات النصر الممتعة. أي نقلات، أي تمريرات، وكأنه نغم نصراوي خاص، طرب من نوع فاخر، موسيقى النصر تشتعل في الأجواء، الله على النقلات. لا لا لا، شوفها مرة أخرى، شوفوا بروزو والتمرير، هذا كلام ثاني، هذا كلام فاخر، هذا نوع فاخر، بروزو والتمرير، رونالدو والأسيست، أوتافيو والنهاية. البرتغالي يقص شريط أهدافه مع العالمي
في ليلة يريدونها عالمية كبيرة جدا، واحدة من ليالي النصر العالمية، هدف عالمي 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 عالمي. أي تيكي تاكا، أي نقلات، أي تمريرات القصيرة منها والطويلة، يصلون إلى الشباك بأسهل الطرق. إنهم يذللون الصعاب، إنهم يسهلون الطريق للوصول إلى الشباك. نصر أوروبي هذا، نصر أوروبي هذا. الباحث عن هدف ثاني شخصي لا في هذه اللحظات، الغنام في الجهة اليمنى، الغنام تأخر سلطان، تأخر سلطان، لكنه عرضها لتبعد على طول. كورنر للنصر تحت هذه التصفيقات، قد يسجل وقد تأتي الضربة يا كونان، يا كونان في ليلتي. مباشرة بالتمرير، لا تأخر فيها، من ثم مررها بشكل جيد بعد موسي، لديه تركي عرضية لكن العقيد موجود، حصل الكرة الأخيرة مشاها على طول. ال 24 دقيقة المتبقية يا بروزو، بروزوفيتش، التمريرة باتجاه ساديو في الجهة اليسرى، ماني سيبحث عن بروزو ولا يشوت، ولا يشوت، لا على طول تجد أوتافيو الآن يا لعيب في العرضية، الغنام لمين؟ الكرة بتتخلص، كرة بتصل باتجاه عبد الرحمن الدخيل، تغيير اتجاه اللعب، لكن كونان في التغطية على طول إلى ساديو ماني. 3-1 تعطيك المعنويات، تعطيك الثقة، تعطيك الراحة. ساديو لاعب على لاعب أمام راضي، أمام راضي، أمام راضي، عد ومر، عد ومر، ولا زالت أوتافيو هنا، غريب، الله، ظهر الهداف، ظهرت الأيقونة، ظهر الأسطورة، ظهر من يسعدهم على الدوام ولا يبخل بذلك أبداً، ظهر صاحب الأهداف، صاحب الأهداف والأفراح التي لا تتوقف ولا تنتهي، رونالدو، رونالدو في كل مرة يدون. شوفوا تافيو، شوفوا غريب، شوفوا الدون، فعلها الدون، فعلها الدون، يصنع هدفين ولا يكتفي، يسجل رابع أهداف النصر ولن يكتفي، ولن يكتفي، إنه الأيقونة في كرة القدم وفي عالم المستديرة. نعم يا السي، وأحلى سي تطلق في كل مكان، رونالدو، وما زال للشغف بقية، رونالدو، قل لي بربك متى ستشبع، متى ستتوقف، متى ستهدأ يا رجل، تلعب وكأنك في أول مبارياتك، تلعب وتسجل. أجواء مدرجات النصر في هذه اللحظات بالأربعة واحد، يشبع، يبحث عن المزيد، يبحث عن المزيد في كل مرة. لابورت تغيير اتجاه اللعب بصورة ممتازة، وصلت إلى ماني، ماني معه أوتافيو، معه أوتافيو، لكن يبحث عن التسجيل، ماني تقدم، عرض، وصلت لرونالدو، لا، لكن لازالت معه، رونالدو لعب على لاعب، يبحث عن غريب، عرضية نصراوية، تجد ماني قوية، يا الله، بقي ماني، بقي ماني، لم يسجل، بقي ماني، ودفاعات الحزم تستأسد أمام، كرة طويلة إلى الأمام، التدخل موجود، الكرة لا زالت، لكن غريب، 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 الله، 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 تحية كبيرة على الروح الرياضية العالية، بالرغم أنها كانت فرصة لإضافة هدف خام بعد أن قص شريط أهدافه مع الفريق النصراوي. وكونان، 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 استمعوا للتحية الكبيرة، المباريات الكبيرة إضافة كبيرة في وسط الملعب، إضافة كبيرة في وسط الملعب، دائما قيمة اللاعبين الكبار حينما تكون في وسط الملعب، الإضافة اللي بيقدمها دائما في كل مباراة يلعبها، في كل مباراة يخوضها، نجومية مطلقة سلطان الغنام،
تمرير على طول باتجاه غريب في المساحة باتجاه ساديو وصل ماني وكيف لا يصل، وكل هجوم النصر يصلون إلى الشباك، وكل هجوم النصر قادرون على التسجيل في كل مرة وفي كل لقطة. لا تعلم من أين تأتي الضربة، ساديو ماني من أجل عزفة النصروية أخيرة، من أجل كرة يصلون معها إلى الشباك بضربة خامسة. يا ساديو غريب في التمرير، ماني من وحدة، ماني لم يسجل، بقي هو فقط من هجوم النصر لم يسجل. خذها يا ساديو، ضعها في الشباك يا ماني، فلتحتفل معنا بالأهداف الخمسة، فنحن دوما قادرون على التسجيل بهكذا نجوم، قادرون على الوصول بهكذا أسماء. نصر في فترة التوقف الدولي، كذلك لابورت وجيسلان كونان وبروزوفيتش وأوتافيو ورونالدو، بينما من اللاعبين سوها. واسمعوا التصفيق الكبير والحار للنجم مارسيلو بروزوفيتش. بروزوفيتش. 7 دقائق متبقية مشاهدينا متابعينا في الجولة الأخيرة ما قبل التوقف الدولي اللي سيستمر حتى 12 من سبتمبر، واللي راح يكون من أفضل لاعبة الحزم بلا شك في هذا اللقاء. منصور تغيير اتجاه بشكل جميل، فرصة للتسديد، لكن هذه سهلة يا فينا. لكن علي الحسن يقطعها لتصل إلى سامي، والتمرير فضل رونالدو في الجهة اليمنى، رونالدو لديه سامي، رونالدو ما حصلها، طالت على الدم، لكن هذه سهلة إلى أيمن دحمان ولمصلحة الفريق الحزماوي. هنا تدخل من مختلف كلاعب محور إلى جانبك بروزوفيتش وإلى جانبك فوفانا، والبقية مهاجم يكفي بأن إلى جانبك كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو. هذه الأسماء اللي على اللاعبين بلا شك أن يستفيدوا من هذه التجارب، من هذه الخبرات، من العمل الكبير اللي يقدم، من سر النجاح لدى هؤلاء اللاعبين. يا سلام على النقلات، الله على سعادة لا تنتهي لهذا اللاعب، على ابتسامة لا تفارق محياه. الآن يطالب بالتنفيذ، الكرة على طول باتجاه ساديو ماني. شوفوا الركلات الركنية، 8-0 الحزم ما له ولا كورنر اليوم. سامي عرضية، الله جميلة لو عدت يا في هذا اللقاء. حال المباراتين الأخيرة اللي كان أيضا مستمتعين فيها. كرة باتجاه محمد الثاني، انطلاقة، لكن نواف يتدخل ويلعب دور المدافع بشكل جميل في اللقطة الماضية. وقت النهاية التي تنطلق الآن من حكم المباراة الأرجنتيني، واحدة من ليالي العالم الكبيرة، واحدة من ليالي النصر.